سيدة ناصرة غسلان، أهلا بك على قناة رشاد. نذكر بلي سيدة ناصرة غسلان أنت نقابية إطار في إحدى النقابات العمومية المستقلة، تشاركين في الندوة بجنيف، الندوة حول التغيير السياسي في الجزائر، آفاق التغيير السياسي في الجزائر. كقادمة من الجزائر، هل يمكنك أن تعطينا يعني نبذة ولو قصيرة على الوضعية الراهنة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. فعلا أنا مدعوة إلى هذا الندوة، قدمت من الجزائر وأنا متحسرة. أملي أن هذه الندوة أملي أن هذا الندوة تكون في الجزائر أحسن، حتى يشارك فيها عدد أكبر من هذا العدد. وأنا أؤمن بالتغيير الوضع في الجزائر، وبالتالي حضرت لهذا الندوة. ما هي الوضعية الحالية في الجزائر يعني ولو ب الوضعية الحالية في الجزائر هي يعني وضعية مزرية، وضعية كارثية يعيشها الشعب الجزائري ككل من عمال، أو يعني باختصار هي وضعية دمار شامل داخل الجزائر. من هو المتسبب في هذا الوضعية؟ رغم أن ما نسمع أن المدخولات يعني المداخيل المحروقات بلغت يعني أكثر من 100 مليار دولار، يعني رغم ذلك تقولين أن الوضعية مزرية من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، ما المتسبب يعني في ذلك؟ والله المتسبب الرئيسي في ذلك هو النظام في حد ذاته، لأن هذه الوضعية مخطط لها كما يعرف كل الناس في الجزائر، هي مخطط لها من قبل 89، خطط لها بمراحل عدة لتدمير هذا الشعب هذا، وفي الأخير يعني هذه النتائج كلها انعكست على الشعب الجزائري. معنى ذلك أنه إذا كان هذا يعني النظام كما تقولين هو الذي خطط إلى هذه الأمور، هل ترى هل هناك رغبة يعني لدى الجزائريين في التغيير يعني بصفة عامة، وتغيير النظام بصفة طبعا خاصة؟ طبعا، يعني كل جزائري بسيط، حتى الجزائريين الذين لم يبلغوا سن الرشد الآن أصبحوا ينادون بالتغيير ويرفضون رفض قطعي لهذا النظام، لا هذا لا شك فيه. يعني ما هي الوسائل التي تؤمنين بها في التغيير يعني كنقابية أو بصفة عامة كجزائرية يعني؟ والله الوسيلة الأولى التي أؤمن بها كوني نقابية هي تجنيد وتعبئة القوى الفاعلة في البلاد، وبعدها يأتي تجنيد العمال، لأن عدد العمال لا يستهان به، خاصة في الوظيفة العمومي. الوظيفة العمومي بلغ عدد العمال في الوظيفة العمومي 1.5 مليون عامل، 1.5 مليون عامل دائم، وممكن أكثر من 500 ألف متعاقد. وبالتالي فئة لا يستهان بها، يجب علينا تحسيس وتعبئة هذه الفئة حتى نستطيع التغيير، لأن التغيير يأتي من قوة القواعد. لو نستطيع أن نقنع كل القواعد بطرق أو تقنيات التغيير سيقع بإذن الله التغيير. فقط لتوضيح، تقصدين بالوظيفة العمومية يعني كل العمال في الإدارة، يعني لا 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 لا, 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 لا تشمل لا تشمل القطاعات العمومية اللي هي قطاعات اقتصادية؟ نعم، لأن كما نعلم أن النظام في الجزائر منع كل النقابات الحرة أن تكون تمثيلية داخل القطاع الاقتصادي، وهذا بإعاز منهم حتى لا تكون معارضة داخل القطاع الاقتصادي، لأن القطاع الاقتصادي مهم جدا في التغيير. مثلا في المحروقات، لو
لو هناك نقابة حرة في المحروقات أو في المواني أو لا 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 حدث لا تحدث نعم الكارثة. الكارثة. نعم كم هل لك معلومات عن ماذا ما هو عدد العمال في القطاع الاقتصادي يعني مقارنة بالوظيفة العمومي؟ عمال القطاع الاقتصادي أكثر ضعفين أو ثلاثة بعدد عمال الوظيفة العمومي، وبالتالي لن يسمح لأي نقابة حرة أن تؤسس فروع داخل القطاع الاقتصادي. طبعا نعود إلى نشاطاتك النقابية بالأحرى، ما هي، هل يمكن لك أن تعطينا صورة يعني عن الخارطة النقابية؟ يعني نسمع كثير عن نقابات مستقلة، نقابات تابعة للسلطة، هناك تكاثر العدد النقابات المستقلة، يعني ممكن لك في اختصار باختصار أن تعطينا صورة خاصة للمشاهدين بصورة واضحة عن الخارطة النقابية في الجزائر اليوم؟ نعم، يعني في النقابة في الجزائر بعد التسعينات، بعد تعدد الأحزاب في سنة 90، بعد صدور قانون 90/14 الذي يرخص للتعددية النقابية، فيه اعتماد عدة نقابات حرة، من بينها النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، نقابة أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، نقابة ممارسي الصحة، نقابة أساتذة الشبه الطبي، عدة نقابات التي تم اعتمادها في الداخل، وكل هذه النقابات مجتمعة حول هدف واحد. مع الأسف أن النظام اخترق هذه النقابات، حتى النقابات تم اختراقها. يعني كيف تكون طريقة الاختراق يعني؟ الاختراق سواء جلب عناصر من داخل التنظيم ويرخص لهم الكلام والاجتماعات باسم نقابة الأم والشرعية وإلى غير ذلك، باسم النقابة الأم، ما يسمى باللي باغالال في الجزائر، يسمى بالتصحيح، يعني تصحيحيات. تصحيحيات. نعم. سواء تكون تصحيحية من داخل التنظيم في حد ذاته، أو اعتماد نقابات أخرى في نفس القطاع، في نفس الأسلاك، في نفس السلك. مثلا نقابة الكناباسو هي نقابة كانت لها 55,000 منخرط، من 60,000 أستاذ لها 55,000 منخرط، فيه اعتماد آخر في نفس السلك، في نفس نقابة الأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حتى يتم تشتيت هذا القاعدة.